القصيدة التي سنقدم الآن هي قصيدة للشاعر الكبير محمد كابر هاشم. هي طبعا هذه الفقرة نذكر بها أنها فقرة ستكون ملازمة للبرنامج. هي عبارة عن قصيدة يختم بها لشاعر من شعرائنا، قصيدة تكون ذات بعد وطني، سواء كانت في أحد الأعياد الوطنية أو ذات بعد وطني بحت. هذه القصيدة مشهورة، هي قصيدة حديث النخيل لشاعرنا الكبير محمد كابر هاشم. حدث النخل قال: ذات زمان كان مهدي للفاتحين مقيلا، أكلوا التمر زادهم ونواه قد رموه فكنت منه النخيلا. حملوني من نبع يثرب ذكرى، من عبير تفوح عطرا جميلا. حملوني من نبع يثرب ذكرى، من عبير تفوح عطرا جميلا. طبت فرعا وموطنا وفصيلا وقبيلا ومنبتا ومسيلا، كنت في المحل والخطوب رخاء وملاذا ومنهلا سلسبيلا. كان سيبي للمعتفين مجنا دون عرضي، وكنت ظلا ظليلا. فصلوا سمت قامتي وغلوها كبرياء وعنفوانا أصيلا. لم أذق يوما للفسولة طعما مذ غذوني وما نبت فسيلا. عودوني ألا أروم انحناء وليكن الجدب لو يشاء طويلا. قدر النخل أن يظل دواما رافع الهام لو يكون قتيلا. كان ظلي للصافنات مقيلا خيل فتح تهدي الصهيل صليلا. كل جرداء مبتلات بقرم يحسب النقع هامه إكليلا. كل ندب على المكاره جلد ليس يبغي بالحسنيين بديلا. عقبة الخير من هنا مر يوما وابن ياسين قد هداه السبيلا. يوسف العدل سيفه حميري يألف الغزو بكرة وأصيلا. والمرادي يحتبي رمح حق سمهريا ومشرفيا صقيلا. رضع الصدق سنة وسبيلا وطعانا ومحتدا وقبيلا. صدقوا الله عهدهم ورعوه قوم صدق ما بدلوا تبديلا. كم أسروا للسابحات رؤاهم واستماتوا في الله جيلا فجيلا. تذكر الخيل سمتهم وسماهم ورؤاهم فتستعيد الصهيلة. الشاعر محمد كابر هاشم. إذن شكرا دكتور، هذه قصيدة محمد كابر هاشم، هي طبعا سمى عليها ديوانه الأول حديث النخيل.